السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع تيست 13 الاختبار الثالث عشر. اختبار ال 13 أول حاجة هتقابلني سؤال الليسننج، هنستمع لنص الاستماع وبعد كده هنجاوب على الأسئلة اللي موجودة. نص الاستماع بيقول Global Recycling Day is an event in March. It aims to remind people of the importance of recycling things including paper, plastic, metal, water, and even gas and oil. It started in 2018, and there are now recycling events in many different countries. يبقى الإجابات بتاعتنا بيقول إن نقط Recycling Day is an event in March. يبقى ده اسمه Global Recycling Day، اليوم العالمي لإعادة التدوير. We should remind people of the importance of، لازم نذكر الناس بأهمية إعادة تدوير الأشياء. Recycling things includes، إعادة تدوير الأشياء بتتضمن البيبر الورق والبلاستيك والمعدن الميتال والووتر حتى الايه الميه. There are now recycling nodes in many different countries، يبقى يوجد recycling events أحداث لإعادة تدوير كتير موجودة في دول مختلفة. بعد كده هيقابلني سؤال الثاني، السؤال الضيق. علاء and مريم are talking about tourism. علاء ومريم بيتكلموا عن السياحة. علاء بيقول لها what do you know about tourism؟ ايه اللي تعرفيه عن السياحة؟ فمريم هترد عليه تقول له ان السياحة طبعا مهمة جدا لمصر. يبقى tourism is very important for Egypt. يبقى السياحة دي حاجة مهمة جدا لمصر. علاء سألها سؤال، ردت عليه مريم وقالت له hotels and travel companies work hard to attract tourists. الفنادق وشركات السفر أو السياحة بتعمل بجد عشان تجذب السياح. يبقى هو هيقول لها إحنا إزاي نقدر نجيب سياح أكتر ليه لمصر. يبقى how do we get more tourists to visit Egypt، عشان يزوروا ايه مصر. يبقى كيف نحصل على سياح كتير عشان يزوروا مصر؟ فردت عليه مريم قالت له ان الفنادق وشركات السياحه بتعمل بجد عشان تجذب السياح. بعد كده عندي سؤال هنا واجابته يس، يبقى السؤال هنا بهل من نفس الجمله. الفعل عندي visit، يبقى السؤال بتاعي بدو فعل في المصدر. طيب هو بيتكلم على التورستس اللي هم السياح، يبقى هدو تورستس هل السياح. بعد كده الفعل اللي عندي فيزيت، هل السياح بيزوروا الايه؟ ذا ريد سي، البحر الاحمر. فمريم قالت له يس ماني تورستس فيزيت ذا ريد سي فروم اول اوفر ذا وورلد، يبقى قالت له سياح كتير بيزوروا البحر الاحمر من كل انحاء العالم. علاء بيقول لها what else can attract tourists، ايه تاني ممكن يجذب السياح؟ مريم ردت عليه وهتقول له ان احنا عندنا مثلا هناك في البحر الاحمر ايه؟ the island، الجزر، the island on the red sea coast are natural reserves. الجزر اللي موجودة على ساحل البحر الأحمر تعتبر محميات طبيعية. They are wonderful، وهم رائعين. بعد كده علاء سألها سؤال ردت عليه قالت له because the Red Sea has a lot of beaches and tourists can do water sports. يبقى لما الاقي because بسأل انا السؤال بتاعي why. طيب ليه ينبغي على why should tourists، ليه ينبغي على السياح ان هم ايه؟ ان هم يزوروا البحر الاحمر. يبقى why should tourists visit the red sea، ليه ينبغي على السياح ان هم يزوروا البحر الاحمر؟ فمريم قالت له because the red sea has a lot of beaches، لانه في شواطئ كتير، and the tourists can do water sports، والسياح ممكن يقدروا يعملوا رياضات على سطح الايه الماء. بعد كده هيقابلني سؤال القطعه. One evening ذات مساء a hungry fox came to a farmer's house. ثعلب جائع أتى إلى بيت الفلاح.
There was a big dog lying outside the house. كان في كلب كبير راقد أو نايم قدام المنزل. It was tied to a tree with a rope. كان مربوط لشجرة بحبل. A woman came out of the house and put a plate of meat on the ground. خرجت سيدة من المنزل ووضعت طبق فيه لحمة على الأرض. She put it near enough for the dog to reach. حطته قريب كفاية عشان يبقى الدوج يقدر الكلب يقدر يوصل. But the dog wasn't hungry. لكن الكلب ما كانش جائع. It didn't eat the meat. ما كلش الايه؟ اللحمة. The fox was very hungry. But it was afraid that the dog might attack it if it tried to eat the meat. الثعلب كان جائع جدا. لكنه كان خائف يقرب للكلب ايه؟ يهاجمه لو حاول ياكل اللحمة. The fox began to walk slowly. بدأ الثعلب إنه يمشي ببطء. Round the tree حول الشجرة. And the dog followed it. والكلب يتبعه. The rope was also going round and round. بدأ يلف الحبل وإيه؟ يلف على the tree الشجرة. And so it became shorter. وأصبح أقصر وأقصر. يعني قصر طوله خالص. At last في النهاية. The rope was too short. أصبح الحبل قصير جدا for the dog to reach the plate. بالنسبة للكلب إنه يوصل لإيه؟ الطبق. يبقى كده الكلب اتمسك ما بقاش عارف يوصل للطبق. Then the fox ate up the meat and ran away. بعد كده الثعلب كل اللحمة وطلع يجري. بيقول لي بقى answer the following questions. Where was the dog lying? أين كان يركض الكلب؟ هو طبعا كان الكلب outside the house يعني خارج الإيه؟ المنزل. Outside the house. يبقى هو كان راقد أو نائم خارج الإيه؟ المنزل. What did the fox want? هو الثعلب كان عايز إيه؟ هو الثعلب المفروض إن هو كان عايز اللحمة. يبقى he wanted to eat the meat. هو كان عايز ياكل الإيه؟ اللحمة. What do you think of the fox? إيه رأيك في الثعلب؟ يبقى I think it is smart. أعتقد إن هو ذكي. بعد كده بيقول لي the dog was tied to a tree with a الكلب كان مربوط في الشجرة بإيه؟ بالروب اللي هو الحبل. To make the rope knot. The fox walked around the tree. عشان نخلي الحبل ده يبقى ايه؟ الثعلب قاعد يمشي حول الشجرة. يبقى عشان يخلي الحبل يبقى shorter اقصر هو قاعد يلف حوالين الشجرة. The underlying pronoun it refers to the كلمة it اللي تحتها خط تعود او تشير الى الايه؟ يبقى هو بيقول لي هنا it was tied to a tree. طبعا ده عايد على الدوج على الكلب. بعد كده الفوكابلري والاستراكشر. My not grandfather was a volunteer in a charity. يبقى الاختيار بتاعي my great grandfather جدي الايه الكبير كان بيتطوع في جمعية خيرية. We use not for making clothes. بنستخدم ايه عشان نعمل ملابس. يبقى بنستخدم القطن اللي هو الايه القطن. The bike is not as expensive not the car. يبقى as الصفة as يبقى as expensive as the car. Which not do you work for? يبقى بيقول له which company انهي شركة انت بتعمل ليها. I put all my books on that high. انا وضعت كل الكتب بتاعتي على الهاي بوك شيلف اللي هو رف الايه الكتب العالي. To not is to give something useful to person that needs help. يبقى to donate ان انت تتبرع يبقى معناها ان انت بتعطي شيء ما الشيء ده مفيد لشخص محتاجه. You look tired. أنت تبدو متعب. أحمد. يا أحمد. Why don't you not rest? ليه ما تاخدش راحة؟ يبقى why don't you have rest? The nurse picked up the baby. الممرضة التقطت الولد gently. يبقى بإيه؟ بلطف. Our children need love, care and يبقى بيقول إن أطفالنا محتاجين الحب والرعاية و العطف عليهم kindness. I not remember to buy my friend a birthday present. يبقى I must remember لازم افتكر اشتري لصديقي هدية عيد ميلاد. بعد كده complete the sentence with the correct form.
You must listen to the teacher. لازم تستمع للمدرس. You not be noisy in class. يبقى في الحالة دي ما تكونش بتعمل ضوضاء في المدرسة، يبقى you mustn't be noisy. Mr. Haney is the teacher, not teaches us English. طبعا مستر هاني ده عاقل وبيفهم، يبقى ياخد أداة وصل اسمها هو مش which. Which مع غير العاقل وهو مع العاقل. I don't have to not up early. هنا have to بيتبعها فعل في المصدر، يبقى I don't have to wake up early. It's a holiday. لست مضطر للاستيقاظ مبكرا، إنها أجازة. The place which we live in is very. البيت اللي احنا بنعيش فيه، طبعا هو بيوصف البيت مش بيوصف فعل، يبقى في الحالة دي عايز الوصف بصفة، يبقى is very quiet، يعني هادئ جدا. وبكده يكون خلصنا معاكم التيست 13، ونشوفكم في التيست الرابع عشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.